تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج ابن عوانه خط له عنوان لها الحق يبخر علي القدر والشاني. تهيض هجوسي وامتطى صهوة القفان بحفلة الكفو عبد الكريم اكتب اوزاني تخرج ابن عوانه خط له عنوان له الحق يبخر علي القدر والشاني. من امريكا متخرج وله بصمه وبرهان بدارات الاعمال حاز جزلات واسماني ومبروك يا عبد الكريم ولك الالحان وبياتها فيك تزداني وبفعلك وانجزك تفرد في الميدان ونجمك سطع ضوه على كل الاقران ابوك الكريم المعتلي مدهل الطيبان عوان الشجيع اللي اعتلى فوق الامزان هذاك اللي فعله وافي ويرجح الميزان ورث الشيوخ ونسل دربنا الايماني وموسى الضياب عيالك بصيتك الرنان تفخر وتتبهى على مر الازمان ولك عز وتخوان مواقفهم برهان هل الطالة اللي في المواقف شجعان ابو ذياب رمز الجود للمرجلة عنوان وهذا ابو شهد لي قصة عبلان علي سيف قاطع وقفته تخلف العدوان وبفعال نواف يشهد القاصي والداني لكم عز شامخ يا سلايل بوتجان وامجاد تشهد يا سلاطين الايمان لكم عز شامخ يا سلايل بوتجان وامجاد تشهد يا سلاطين الايمان 6 8 6 6